الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. هذا الشخص يسأل عن الصلاة الإبراهيمية المختصرة. أنا لا أعرف هل توجد صلاة الإبراهيم مختصرة في الصلاة الإبراهيمية المشهورة، يعني الكاملة المشهورة الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، هي الصلاة العادية المعروفة التي نقولها في الصلاة. فعلا الصلاة الإبراهيمية تأتي إلى الإنسان يعني بوقت لا يستطيع أن يقولها بعدد كبير، وهناك بعض الناس يريدون أن يقولها بالآلاف ولكن لا يستطيعون. فأنصحك تحضير عقل وقلب وراء كل صلاة وتقول 10 مرات فقط. الصلاة الإبراهيمية المعروفة وراء كل صلاة فقط تقولها 10 مرات ببطء بتحضير قلب ويقين. تقول 10 مرات وراء كل صلاة تطلب حاجتك، أو إذا أردت أن تجعل نيتك للشفاء بدون طلب حاجة أو بنيتك لشيء ما، فقط تقول 10 مرات وراء كل صلاة فقط. هذا ما تفعله. سؤال آخر، تحضير النية وحب الذات، حب الذات واليقين بالله سبحانه وتعالى. هذا هو ما ينقصنا في مجتمعنا اليوم. الناس ليس عندهم يقين، الناس ليس عندهم نية، الناس عندهم شك، الناس عندهم كثرة الأسئلة. يعني الناس أصبحوا هائمين مع الشياطين، يعني الشياطين استولوا عليهم. يعني سؤالك باختصار هو يعني تقوية الإيمان، تقوية الإيمان، تغلب على القارين، تغلب على الشياطين. ما هو الجواب؟ هو ذكر لا إله إلا الله، الإكثار من ذكر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، كل ما أكثرت من ذكر لا إله إلا الله تزيد يقينا على يقين، وتزيد النية، تكون لك النية ويقينك بالله وحب الذات وكل شيء ما سألت عنه، وتصبح عندك يعني ذلك اليقين بالله سبحانه وتعالى، ومتمسك ولا تشك ولا تسأل. يعني الشيطان يدخل بالشك وبالأسئلة وبعدم اليقين وعدم النية، فالشيطان مسيطر على الناس. تكثرون من ذكر لا إله إلا الله، من أراد هذه الأشياء التي سأل على هذا الشخص، تكثرون من ذكر لا إله إلا الله، العدد الذي تستطيع عليه أنت، أو تقول اليوم كله ذكر لا إله إلا الله. يعني إذا لم يكن عندك يقين فهذا يعني أن قارينك أقوى منك، يجب أن تتقوى على قارنك ويصبح عندك إيمان قوي بإذن الله وحب الذات وبذكر لا إله إلا الله. يعني من أراد أن يصل لهذه الرتبة ويمر بهذا المشكل الذي هو عنده، هذا المشكل الداخلي في الجسد والتفكير، خصوصا للنساء عندهم هذا، واكتئاب، اكتئاب وعدم يعني عدم الفرح والسرور، لأن يعني الفرح والسرور داخله ودائما مكتئب ولا يحس أنه في طريق صحيح، يحس أن مستقبله ضائع. ويجب أن يقوم بخلوة مع الله سبحانه وتعالى بذكر لا إله إلا الله. هذا يعني أن حالته مستعجلة، في حالة مستعجلة يجب أن يكثر من ذكر لا إله إلا الله، خلوة مع الله. يقوم ب3 ساعات متفرقة في اليوم أو ساعتين متفرقة، مثلا ساعة في الصباح وساعة في الليل، 60 دقيقة في بيت، اذكري لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ليزيدك لكي تتقوى وتصبح عندك اليقين ويتغير فكرك ويتغير كل شيء، ويصبح عندك وتتغلب على الجن والشيطان ويصبح عندك اليقين. فقط قوموا بذكر لا إله إلا الله. هذا كل شيء، أتمنى لكم الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.